قبض على أكبر عصابة وأخطر عصابة تقوم بتسليب المواطنين عن طريق إيقاف عجلاتهم وسرقة الأموال بالقوة. أكثر من 50 عملية تسليب قامت بها هذه العصابة في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، وتم القبض على 7 من المتهمين اللي اعترفوا ابتدائيا وقضائيا بهذه الجرائم. طبعا فريق عمل وجهد مميز، متابعة من قبل السيد مدير المكافحة والأخوة مدراء المكاتب وأيضا الضباط والمنتسبين، وتم القبض على هؤلاء. وبهذه المناسبة أيضا ندعو كل المواطنين الكرام الذين تعرضوا إلى حالات مشابهة مراجعة مديرية المكافحة، وكذلك سوف نتكلم أيضا بتفاصيل عن الخط الساخن 533 لمديرية مكافحة الإجرام. هذه العصابة تقوم بعملية التسليب عن طريق طبعا معلومة مسبقة، والمعلومة المسبقة لشخص قد يكون صاحب صيرفة أو مراجع إلى دائرة معينة وعنده مبالغ، وتكون هناك عملية الاستيقاف بعض الأحيان بزي عسكري، بعض الأحيان بزي مدني، بعض الأحيان بعجلات مختلفة، وتقوم بعملية التسليب. طبعا من ضمن الجرائم أيضا هي جريمة قتل لأحد المواطنين.